ماما زمانها جاية جاية بعد شوية. يا علاء تعا شوف مشكلة تعب شرفك، تعا شوف هالمشكلة. مش عارفه هخش التعدي فادي ازاي وخميس مش منوره. انت عشان ما عندكيش غير جلال ونيره، انت مش عايز تمشي جلال وتبقى لوحدك بنيره؟ خدي بالك من فريق، خدي بالك من سليم. خلاص ما بقاش في فريق خلاص. قبل ما يدخلوا المسرح وتبتدي الحلقة العشرة، حكامنا الأربعة كان عندهم استراحة في غرفة الانتظار الخاصة بيهم، وحديثهم كان معظمه عن اللي حصل في الحلقة التاسعة. الحلقة اللي فاتت دي كان فيها عجائب الدنيا السبعة. مرة زعلانة. ليه؟ عشان عزيز مش وصرنا بس اتنين، كان عنده نجوم كتيرة فقلت نجومي. بس هيدا كانت الملعة اللي دقناها امبارح، كانت أسوأ ملعة دقيتها لحد هلأ بالبرنامج. يعني امبارح مثلاً من ضمن الناس اللي اتظلمت برضه وعندي العتاب قوي جدا سليم. بس الشغلة الوحدة اللي خلتني نقي ملعقة عزيز ومش ملعقة سليم انه كان فيها شغل ملعقة سليم، كان عامل فيها شغل يعني فيها الوان كان جاهد يعمل شيء، كان في شوية صنع فكرة صنع. مع انه التنفيذ ما كان موجود. كتير 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 مبسوطة بجلال، يعني بهنيكي. ما تحسدي الله خليكي. بس انا بحس لو كان بفريقي ما كان عمل هالغلطة، لانه الخبره عم تخليها عندك ما عم تعطيها ما متوزعين لها. يمكن لا 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 يمكن هن ما بياخذوها. سوري ليه انا ليه البخل من عندي والذكاء مش من عندهم. بس انا اخترته صراحه كاسوا ملعقة، لانه زي ما يقول غلطه الشاطر بألف. ايه بس ظلمتي. لا والله ما ظلمته، هو ظلم نفسه. بس انا كان وجهه نظري كان في ابشع منه، كان في ابشع منه، في ابشع منه، في ابشع منه 100%. عشان كده عزيز مشي. كنت خايفة انه بثني يعني يجي الوباء حقها عندنا ومن جدجة. انا ما بدي احكي عن فريقي لانه ما بدي حدا يحسدني. ماري دونت جو. اي ماري دونت جو. يلا خلينا كلنا نقوم نشوف ايه، نشوف ايش حنسوي. ان شاء الله يخرج حدا من فريقك، مش من فريقك، من فريقك، من فريقك، من فريقك. الله يخرج من فريقك كلكم بعدنا. ودخل الحكام الاستوديو وكانوا في مود لذيذ جدا، ومعظم المشتركين التسع الفاضلين كانوا متفائلين ومتحمسين. كمان شويه هتبتدي الحلقه الجديده وانا متحمسه، والنهارده انا داخله بقوه ومقويه نفسي عن السنه عن الحلقه اللي فاتت، وان شاء الله هنكسب. انا هبتدي الحلقه دي بخمس نجوم بس هطلع منها بسبع نجوم. وفي انتظار معرفه موضوع الحلقه واسم الضيف، البنات حبوا يرفهوا عن نفسهم. ماريجو في البلكونة وبتاكل مبلونة وبإيدها بلونة، الهوب بتلاقيها، الهوب بتلاقيها، فيها صورة كبيرة لدبة تخينة. عم نغني لماريجو عشان نشجعها، حتكون هي يعني صارها كمل فترة لحالها بالفريق فعم نشجعها. عادي عشان ماريجو بتتحدى نفسها في تحدي الفرق. وجي وقت الجد وابتدى التصوير، والمشتركين اتبلغوا من الحكام ان في تغيير حصل في قوانين البرنامج. اهلا بيكم. باخر حلقه اليوم راح يبقى سبع مشتركين، لانه في الحلقه دي في مشترك حيغادرنا في نهايه التحدي الاول، وفي مشترك ثاني حيغادرنا في نهايه التحدي الثاني. وخدوا بالكم من النهارده ما بقاش فيه حصانه. بعد ما اليوم عرفنا انه ما في حصانه صار الوضع كتير اقلى، انه مش مهم. اول التحديات كنا عادي تحدي الفرق شو ما نعمل نعمل لانه ما حنطلع، بس هلا خايفين زي كانه تحدي فردي، الكل لازم يعمل اطباق منيحه عشان ما تكون الانظار عليه. جو. وابتدى تحدي الفرق، والظاهر ان موضوع الحلقه اللي كانت طفوله خلى معظم المشتركين والحكام كمان يرجعوا لأجواء الطفولة. ماما زمانها جاية جاية بعد شوية جاي ملعب وحاجات ماما عبير. رحت يا امشي على مطبخك لو سمحت، هسوي لكم بوب كورن عشان تحسوا بالطفولة. عملت كفاية على قد المشاهدين. أنا قلبي حبك أكتر من دقاته. اليوم شكله كل الفرق مبسوطة. ما هو أنت حياته وأكتر من حياته، أكتر علاء من حياته.
وطي الصوت اعلاني بنشتغل على بامانه. الله بقول لك شفتي سليم ايش عمل؟ عامل لي سموك سالمون. قال ايه؟ قال الصغار يحبوه. قلت له مين دول الصغار؟ اولاد كوين اليزابيث. وبرضه في المطبخ البامبي الاجواء كانت اجواء رقص وغنى في البدايه. ماري جو ماري دونجو دونجو ماري جو ماري جو. انا مدهوشه انت بتعملي دوشه ليه؟ قالش شغل حاسس بالعادي انا اللي برقص. احنا كل يوم في المهرجانات دي. بس انا تجري من ماري جو وماري جو دونت جو وماري جو هات جو ماري دونجو 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 اواي. بس بعد كده المشهد اتقلب 180 درجه في مطبخ بثني. كيف بدك تقطعيها ما انا فهمانك؟ هاي رح تطلع على الملعقه انك شايفه قياس الملعقه. هنقطعها. اخ 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 يا علاء تعا شوف مشكلتي. تعا بشرفك تعا شوف هالمشكله. حرام عليك انك تجيبي لها السكر. ده عملت معاكي المستحيلات عشان تقعدك. كارثه كارثه. حسيت هنا انه هي فقدت الامل فيا. عم بولع ما بقى فيا هيك. اذا هيك بدك تضلك تشتغلي احسن لي ماري جو هون. ماري جو بحس انه ما عندها سرعه البديهه. بس تواجه مشكله بالمطبخ ما بتفكر دغري بتجي بتسالني. عندي خلص طب اعمل ايه؟ طيب بثني قولي لي اعمل اتصرف ازاي. خلص الملعقه وخلصنا شو بعد بدك تعملي؟ قلت خلاص يعني هي مش مقتنعه بالمعلقه انا هعمل المعلقه على الاقل هيطلع معلقه مش هطلع مش هنطلع من غير حاجه. بسيطة. كان احساسي ماري جو رح تخرج. ملعقة ماري جو رح تطلع أسوأ ملعقة. وزعلت ماري جو وسابت الاستوديو. ماري جو ليه زعلت مني؟ ما أنا بدي كرمالي. ماري جو بس تعالي بلا كاميرا بلا كاميرا بلا. كان في تشنج بيني وبين ماري جو اليوم. It's okay. وبعد كام دقيقة اتحلت المشكلة. كان في ضغط جامد قوي عندي في المطبخ وكنت متضايقة بس خلاص بقينا كويسين. لا ما في عنا نحن تصالحنا. صار اللي صار وحطيناه ورا ظهرنا وبدنا نشوف هلا شو النتيجة. ودائت ضيفة الحلقة الشيف منى عامر معالي الفرق الأربعة وصدرت النتيجة. أول مرتبة الطبق. رغم ان انا بضيع وقت وبغني بس مش عارفه ليه بحس لما بغني ان انا بعمل شغل كويس وبيطلع الطعم حلو في الاخر. هنقول المرتبه الرابعه فريق انيسه. ومع حلول الفريق الازرق في المرتبه الاخيره كان لازم انيسه تختار مين من افراد فريقها الثلاثه هيسيب البرنامج بحسب القوانين الجديده. طيب جلال مين فكرك لازم يطلع من الفريق؟ انا اتحمل وجود الفريق بتاعي هنا. يعني انت اللي لازم تترك. خميس ما بقدرش احدد مسيره مين انا او ما بقدرش احكي على حدا وبالاخر هذا قرارك وانا بحترمه. نيره انا ما اقدرش برضه اقول مين اللي يطلع بس انا عارفه ان انا النهارده لاول مره عملت لك معلقه شكلها حلو وطعمها حلو. اذا انتم راح تساعدوني لازم انا اقرر. موقف كثير كثير صعب بس مجبوره اخذ قرار. قراري انه يلي راح يغدرنا اليوم للاسف الشديد خميس. ثانك يو شاف. متضايقه جدا ان خميس طلع من ساعه ما بدانا البرنامج وانا وهو عاملين زي دويتو مع بعض. يعني انا يمكن اعتمادي 50% بكون مطمنه ان خميس ورايا بيساعدني بقول له يدوق باخد رايه بنفكر في بعض مع بعض في افكار. هو عنده خبره بيساعدني في حاجات كتير فانا مش عارفه هخش التحدي الفردي ازاي وخميس مش ورا. وانا كنت السبب ما اقدرش اقول اكتر من كده. يعني انا السبب في ان خميس سيب البرنامج بس مش عارف اقول ايه بصراحه. مش زعلان اكيد ان الواحد بيكون في عنده زعل انه طلع من برنامج بس في الاخر ما انتهت الدنيا لهون. بنتمنى لك كل الحظ يا خميس وبنهنيك على بقائك في البرنامج لغايه دلوقتي. يعني حضرتك رايت من بس جوانتي واحنا بنشتغل خلاص دلوقتي اكتشفوا انها بتعمل مشاكل. فريق علاء اللي كسب المرتبة الأولى في تحدي الفرق عنده حصة خاصة مع ضيفة الحلقة الشيف منى عامر. هنهني عبير طبعاً بتفوزها بتحدي كنور فاين فودز للفرق
مبروك يا عبير، مبسوطة ان انتوا معايا، وهنعمل طبق من الاطباق اللي بالنسبة لي بتشكل فكر للطفولة او بتذكرها من ايام ما كنت صغيرة. واحنا في الصعيد كانوا معتادين في وقت معين يتلموا العيلة ويعملوا اكلات سمك، لان احنا ما كناش معتادين ناكل سمك على طول، يعني الجماعة الصعيدة ما كلوش كانوا سمك على طول، فكانت بتبقى فرحة ان احنا بنجتمع كأطفال. ريحة الطبق ده في مناخيري لغاية دلوقتي، بحيث ان انا لما بشمها بحس ان انا برجع طفلة تاني صغيرة. هنعمل النهاردة كزبرية بالسمك لاحتوائها طبعا على الكزبرة، واحتوائها على الكزبرة، الكزبرة الخضراء انا الحقيقة اللي حطيتها زيادة، لكن هي اصل الاكلة بتحط فيها كزبرة ناشفة. ليه؟ لان الكزبرة الناشفة دي مقدار مصري، الكمون مصري، الشرب والطماطم والحاجات والبصل والثوم طبعا انتوا عارفين كله مصري، فاحنا بنزود بقى عليها علشان ندي الموضوع طعم ظريف ولون جميل. بنحط صلصة. اول حاجة بعملها بمسك حتت السمك، وياريت تبقى سمك من الانواع اللي هي المسكة نفسها شوية. هنحط يا احمد الطاسة على النار، ايوه علي، وهنحط زيت. هنعمل حاجة اسمها القلي اللي بيقولوا عليه شالو فراينج، او القلي في زيت القليل، برضو ما بنقلي ما بنحطش كتير، يعني على حسب، مش كتير في الطاسة يعني، ما نزودش. اه بالظبط كده، عشان الزيت ما يبردش مثلا. لا ده جزء الموضوع، لو برد بينزل ميه. السمك خد بالك، واحنا عايزينه يتعمل له سيرنج او قفله، بنقفل المسام بالظبط، عشان كده النار لازم تبقى عاليه. بالظبط كده، بالظبط زي ما قلت لكم، لما يبقى يا دوب كده اهو. هنشيل ده بقى وهنحط الحله. هحط دلوقتي كميه الزيت الفاضله، هنسخن برضو قوي علشان اما نحط البصله على طول. حضرتك دايما بتفضلي بننصح الناس، في ناس دايما بتحط برضو البصل هينزل ميه، بالظبط مش هيديني اللون، لازم الحاجه تبقى سخنه. بالظبط كده اهو، انا بحب استخدم ايدي على فكره، الايدين طول ما هي نظيفه. يعني حضرتك رايك ما بس جوانتي واحنا بنشتغل خلاص دلوقتي، دي ما بقتش موضه قديمه، خلاص راحت، مش كانت موضه قديمه، اكتشفوا انها بتعمل مشاكل، لانك ممكن وانت بتشتغلي تيجي في النار تلسع، تروح لازقه ايدك، او مجرد ان انت لابسه جوانتي بتهيألك انك على طول ايديك نظيفه في امان، فبتحطي على بعض بتحطي بتنسي، فبيحصل كونتامينيشن، العكس ده بينقل تلوث غذائي، فعشان كده لازم ايديكي تشتغلي بايديكي، وكل شويه تروحي تغسلي ايديكي وترجعي تاني. احسن ما نقلبش كتير. تمام اوكي كده. وبعدين طب ليه ما نقلبش كتير كده؟ علشان دي برضو من ضمن الحاجات اللي في الاكل لازم تفهمها، البصله ما تقعدش تقلبها كتير، لو قلبتها كتير هتديك طعم تاني. تمام. فانت بتعمل ايه؟ بتستنى لما الحروف تاخد لون، تتحمر شويه، بعد كده تدخلها جوه تاني، وبعدين تروح حاطط الثوم. ما بنحطهوش في الاول لانه درجه تحمير الثوم بتبقى سريعه، اقل شويه من البصل. فلو حمرنا الثوم بدري بيعمل طعم يمرر او يتحرق. يمرر. دي ريحه البيت دي. بالظبط ريحه الثوم ما تطلع، بنحط على طول الطماطم الاول. الطماطم دي متقشره ومن غير بذر. تمام اوكي. بجيب الصلصه وهحطها على الطماطم، كله بشتغل بالريحه، لو تاخدوا بالكم بشتغل بالريحه. انا بجيب شويه شوربه، الصلصه طبعا بتبقى ما بتاخدش وقت في السوى لانها اصلا بتبقى مستويه مركزه. بالظبط بتبقى مركزه. وبعدين بس الريحه طلعت. هحط شوربه، باقي الشوربة، وبعدين هنحط البهارات.
هنحط الكمون، الشطة، كزبرة، ونحط ملح قليل علشان الشوربة بيبقى فيها ملح. 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 شوية فلفل اسود لازم. بس هي الكزبرة دي بتاخد التوابل كتير دي صح؟ اي طبق متواجدين مع بعض. بالظبط. فلفل اسود قليل. دلوقتي هحط كزبرة. نص الكزبرة. انا معلش شولة بس بتطلع اكل حلو. ملحها تمام. كان زمان عندنا في مصر الست اللي تدوق الاكل يقولوا عليها خايبه، حماتها تقول عليها خايبه. ده حقيقي. لازم يعني تظبط انها شطوره بقى. هي طبعا ليه؟ لان الحما لما بتكبر بتبقى عندها خبره. اي تصير تعرف المقادير بالظبط، تعرف المقادير فما بتدوقش. فبتقول على مرات ابنها خايبه لانها بتبقى لسه صغيره. بتدوق كل حاجه. دلوقتي هنحط كده السمك. ممكن هنروح دلوقتي حاطين شويه برضو كده ونقلب. دلوقتي هنطفي ونغرف. لا ريحته تحفه، الريحه طالعه، ريحته جميله. ولو رز بقى معاه يبقى الرز الاحمر اي حاجه او البني اي حاجه. وبعدين نعمل بقى الكزبرة. ده في النص كده، خدوا بالكوا حار. انا بحب السبايسي. حار كتير؟ حار ناكله حار احنا عادي. ما انت بتاكله الكسكس حار. شكرا يا شيف منى على الأكلة اللذيذة دي وعلى روحك الحلوة. وابتدى التحدي الفردي. غياب خميس عن المطبخ الأزرق خلى نيرة زعلانة، زي ما قالت لنا لما عرفت في نهاية تحدي الفرق إن زميلها هيسيب البرنامج. خلاص إحنا وصلنا لمرحلة صعبة جدا، كل أصحابنا بقوا يمشوا وبقوا يوحشونا. يعني أنا مش عارفة أشتغل من غير خميس، فرحت عملت له حتى رسالة على المطبخ بتاعه عشان هيفضل المطبخ بتاعه. غالبا كل برامج اللي فيها تحدي أنا ما بشجعش إن يكون في صداقات وعلاقات شخصية، لأن هي بالنهاية واحد بس هو اللي هيستمر، فما فيش داعي إن إحنا نتأثر بوجودنا من عدمه يعني. ده افضل حاجه. النهارده تقريبا معتمد على نفسي، لو احتجت اي مساعده هطلبها من عبير او سليم، واكيد مش هطلب مساعده من جلال. وفي المطبخ البامبي ماري جو ما كانتش مبسوطه، لان دي كانت ثالث حلقه بتكون فيها لوحدها في خلال التحدي الفردي. متضايقه انه دايما بقيت المطابخ بيبقى فيها جو عن المطبخ بتاعنا. ماري جو، ماري جو يا حرام، انا شايفاكي لوحدك ومحدش بيساعدك. سابوني لوحدي يا عبير. عايزاني اجي اساعدك؟ لا شكرا. متأكدة يعني؟ لو عاوزة انا اديك يا عبير. انا طبعا يا ماري جو عارفة ان انت نفسك شيف منى تروح عندك، لكن شيف منى مش هتروح عندك، عايزاني انا اللي هاجي. ضيفة الحلقة الشيف منى عامر كانت في المطبخ الاصفر بتساعد المشتركين التلاتة بنصايحها، وبتساعد عبير في الغنى كمان. انا يا معيوني عليك سألوني ويا ما بتقل. الله عبير. الله شف. عبير يا سليم، شاف الفرق ما بين صوت شيف منى وعبير؟ انا مبسوطه طبعا ان انا كنت بساعد في الفريق بتاع الشيف علاء، حقيقي تجربه جميله. في الحاجات المقليات دي لازم يبقى النار عليها. خلاص تمام كده، انا انزل بيه. جيب الذهب شيف، جيب الذهب. احمد وسليم كانوا عندهم باشن، عندهم حب للي بيعملوه فعلا. عبير كانت بتعمل حاجه بحرفيه، يعني هي متمكنه. في المطبخ الاخضر المنافسه بين روان ومحمد كانت باينه في خلال التحدي الفردي بشكل لطيف جدا. لو شيف منى تشوف المطبخ ما هيعجبها الوضع، بس كل شيء هيوصل لشيف منى. انت شغاله بالراحه ليه كده؟ شدي شويه، انت عايزه كمانجه تشتغلي عليها مش عايزه تشتغلي في مطبخ.
وخلصت الساعة. مش واثقة من المعلقة. ووصلت المعالق قدام الحكام ودقوها. وأصحاب المعالق الأفضل كانوا محمد بالنسبة لعلاء وبثني ومنى، وماري جو بالنسبة لأنيسة. أما المعالق الأسوأ فكانت معلقة أحمد بالنسبة لعلاء، ومعلقة عبير بالنسبة لأنيسة ومنى، ومعلقة جلال بالنسبة لبثني. وبعد كده الحكام اتناقشوا علشان يقرروا مين اللي هيسيب البرنامج. أنا خسرت خميس بالتحدي الفرق، هلأ بالتحدي الفردي ما في غير جلال طالع ملعقة سيئة، ومن عندك طالعين ملعقتين سيئة. وانت عشان ما عندكيش غير جلال مش عايز تمشيه؟ انا ما انت عشان ما عندكيش غير جلال مش عايز تمشيه؟ انا عم بحكي عن قواعد منافسة. قولي لي صراحة وانا ريحك، خشي لي دغري. انت عشان ما عندكيش غير جلال ونيرة مش عايز تمشي جلال وتبقى لوحدك بنيرة؟ طب ما هي واخدة مثلا بمريجو والنهارده واخدة معلقة افضل. ايه انا نقيت ملعقة مريجو الافضل؟ يعني هي مريجو ما هي وحشة؟ ما هي مريجو حلوة وأصغر عائلة فيهم وقعد لوحدها بيهم عمال تطلع في نجوم. إيه؟ أنا ما رح ماشي جلال خلاص. في ملعقتين سيئين من فريقك وملعقة سيئة من فريقي. وصدر القرار. أنتوا الثلاثة مفروض واحد فيكم يمشي. جلال مش طالعة. هتكمل في البرنامج بنفس الحلقة وبنفس الموضوع. البرنامج ما قدرتش أحقق وأوصل في تحدي الفرق، وكمان المشكلة الأكبر من كده إن أنا مش قادر أوصل في تحدي الفرد يعني. فيبقى المشكلة عندي يعني، أكيد عندي مشكلة يعني، فلكن مش عارف المشكلة فين بصراحة يعني. فاضل عندي شخصين، عبير وأحمد، واللي هيغادرنا النهاردة هو أحمد سيد. زعلانة طبعاً، مش هقولي إن أنا خسرت حد من فريقي، لا يعني زي ما هما كانوا بيندهولي بيقولولي ماما عبير أو أختي، هو فعلاً أخويا الصغير. أنا بعتبر إن أخويا النهاردة خرج من المسابقة. كانت علاقة جميلة بتربطني بيهم، وبحس إني مسؤولة عنهم فعلاً في المطبخ، بالرغم إن هما اللي بيجوا بيساعدوني. لكن كنت بحس اني احمد يعني هو لسه سنه صغير، فعلا عنده خبره كبيره، روحه حلوه، وكان دايما بيقعد يعاكسني في المطبخ ويضحك معايا، وبعد التصوير يجي يقول لي انا ما كنتش اقصد، انا كنت بحب استفزك بس واضحك معاكي. فبجد بجد انا حاسه ان هو اخويا الصغير وانا مسؤوله عنه يعني. فانت شاب طموح واكيد هتقابل بره ده تيست. اكيد ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله. طب انت بتاعتي طب دلوقتي؟ انا اصلا شخصيا يعني صاحب الموضوع ما عدتش. انت بتاعتي؟ هو الفكره كلها مش حوار ظلم ولا حاجه. الشيف علاء عارف شغلي كويس. الفكره كلها انا ممكن ما كنتش وفقت في الحلقه ديت، عملت حاجات غلط فبدفع ثمنها دايما. عادي، خدي بالك من الفريق، خدي بالك من سليم. خلاص ما بقاش في فريق خلاص. انت الفريق كله. البركه فيك. ميرسي، ربنا يوفقك. ربنا يوفقك. بنحييك يا أحمد على روحك الحلوة وعلى أدائك المميز في البرنامج، ومع ألف سلامة. محمد يا ما تحت السواحد واهي، أوكي دايما واقف معنا ومنساعد بعض بالمطبخ، بس الواحد دايما بخاف من البحر الهادي. بالبرنامج في شخصيات كتير مختلفة، في شخصيات عنيفة، في شخصيات ذكية، في شخصيات عفوية، في شخصيات لئيمة. شكرا يا جلال انك عملت مقدمة التقرير مكاني. احنا هنرجع لك بعد شوية، بس دلوقتي خلينا نبتدي مع روان ونسمع المشتركين التانين قالوا ايه عنها. روان عندها حماس وعندها طاقة وعندها اصرار ان هي تفوز. حطيت هنا ليمون، حطيت شوية ما كترت بس هيطبخها الليمون. ما تخافيش، انا اقدر اوصف روان هادية قوي ورايقة، احنا مسمينها سندريلا. روان أليس في بلاد العجائب. وبعد سندريلا قصدي أليس قصدي روان، هنروح لمحمد ونسمع آراء زميله فيه، وأولهم روان. محمد ياما تحت السواحد واهي، أوكي دايما واقف معنا ومنساعد بعض بالمطبخ، بس الواحد دايما بخاف من البحر الهادي. محمد صبر، هو ده اللي نسميه الشرس. محمد صبر
صبر انا مسميه النمر الابيض. لايق عليك لقب النمر الابيض يا محمد. يا ترى المشتركين هيقولوا ايه عن ماري جو؟ ماري جو الطفله اللي بتجري طول النهار. في بعض الاحيان بتبقى لذيذه ومهضومه وتقيله على قلبي شويه في بعض الاحيان. ماري جو شقيه كده وتحس فيها لسه بنوته صغيره. كل ده انا. ايوه يا ماري جو، عارفين انه انت. وجي دور نيرة. نيرة تحب تعمل مراح في المكان بس هي هادية يعني. بس وقت ما بعصب بعصب. جليل من فضلك ابعد عني ممكن؟ طيب. اتفضل على ترابيزتك. هي شخصية حبوبة لكن في الأول وفي الآخر هي شخصية أنا بعتبرها لو أنا دكتور علم نفس بس أنا مش دكتور علم نفس أقول إن هي شخصية ضعيفة. الحمد لله إنك مش دكتور علم نفس يا جلال. وبالمناسبة خلينا نشوف لو زمايلك هيكونوا لزاز لما يتكلموا عنك ولا لأ. ممكن يكون جلال بدأ شايف حاله شوية اليومين دول. عايز رأيي صراحة؟ إيه اللي أنت عملت؟ جلال شخص كتير شاطر وعنده كتير خبرة. عنيد شوي. انت خدت الموضوع شخصي النهارده بدليل ان انت ما بتتكلمش معانا من ساعه ما خلصنا المسابقه. ما بتكلمش معاكوا لان انا عارف ان احنا هنخسر ومتاكد. جلال شخصيه غامضه ما بعرفش هو بيفكر في ايه هيطبخ ايه. ومن جلال الرجل الغامض بسلامته نروح لسليم. سليم دايما مخبي لنا اشياء بنصدم نتفاجئ فيها بالمطبخ. انا عندي حاجه نحب نمديها لك. عندي برشه نحب نمديها لك اما طول جتني الشجاعه نقدمها لك. سليم حدا كتير كتير طيب وكتير نظيف من جوا وحد فاهم يعني انت تحكي ما بحسه فاهم. وبعد سليم الفهيم نروح لاخر مشتركه فاضله معانا وهي ماما عبير. مش هكون ماما حد في الاستوديو ده. انا اعرف عبير من قبل كده كنا بندرس مع بعض احنا الاثنين فنون طهي بس انا اكتشفتها بصراحه هنا في البرنامج. يعني دمها خفيف وعندها روح المداعبه وطلع صوتها حلو. يا حبيبي يا عبير الشوق. بس بتتكلم كتير يعني بس دمها خفيف. انا على العكس تماما مش بحكي كتير ولا حاجه مش بتكلم كتير. صدق يا عبير. مين اللي قالك انك بتعرفي تطبخي؟ عايز اعرف. بحسها كتير بتنزل ودايما صوتها بالمطبخ طالع. اللي بيقولوا ان انا بتكلم كتير لو ما جوش عملوا لي حاجه وكلموني انا اكيد مش هتكلم لاني اكيد مش هتكلم لوحدي. خلاص انت ما بتتكلميش كتير. سليم الفرن فصل ولا ايه عندنا ده؟ شوفوا يا ماما عبير شوفوا تقعد تعيط وانا اجيب لي الميه جيب لي درشنوة فيني الكزبره فيني درشنوة. هما بيحاولوا ينكشوني ويستفزوني عشان كده انا بتكلم وبزعق. هما لو كانوا كويسين معايا انا مش هتكلم. عبير معلش بس التقرير خلص. اوكي بس بيبقى رد فعل بيبقى رياكشن ان حد بيعمل حاجه. لا انا بعد الطبخ اكيد كلهم بيشوفوني انا بعمل ايه ما بنطقش ولا كلمه. على فكره انا مش بتكلم كتير ولا حاجه دي اشاعه هم مطلعينها عليا. فعلا يا عبير واضح انك ما بتتكلميش خالص بس دلوقتي لازم تتكلمي وتورينا ازاي نعمل الطبق اللي خلاكي تكسبي في تحدي الفرق. اهلا بيكم انا عبير كامل من مصر. انا فزت للمره الثانيه بتحدي كنور فاين فودز للفرق والطبق اللي انا عملته كان طبق كراب بحشو الفراخ والخضروات. عارفين ان الكراب ده محبب جدا للاطفال. هنعمله بطريقه صحيه وظريفه بحشو جميل. اول حاجه هنقول مع بعض مكونات الطبق اللي احنا هنقدمه. هو عباره عن دقيق ولبن وبيض وملح وفلفل. دي مكونات عجينة الكريب أو خليط الكريب. الحشو اللي احنا عايزين نعمله احنا ممكن نعمل حشوات مختلفة. النهاردة انا قررت ان احنا هنعملها بصدور الفراخ المخلية. عندي فلفل أحمر وعندي فلفل أصفر وعندي شرايح بصل وعندي بقدونس وعندي فص ثوم وده المشروم. طبعا احنا عارفين كلنا شاطرين ان هو انا قطعته خلاص قبل كده. بيبقى عندي زبدة بسيطة وعندي زيت. اول حاجة يبقى عندنا 3 بيضات مع كوباية دقيق. هنبتدي اول حاجة نحط البيض. اول ما هنستعمل بيض علشان ما نحسش باي ريحه في العجين بتاع الكريب هنحط على طول معاه الفلفل الاسود فوق البيض على طول. وهنبتدي بس نحرك البيض الاول وبعدين هنبتدي يبقى عندنا كوبايه دقيق. هنحط الدقيق شويه شويه ونقلب كده. هبتدي احط اللبن بنحرك بالشكل ده وبنصفي الخليط. اوكي ده الشكل النهائي للخليط زي ما احنا شايفين. هنخليه جنبينا وهنبتدي دلوقتي هنجهز الحشوه. نقطع الفراخ كده. اول حاجه هنبتدي نحط مع
معانا لو حابين زيت او زبده طبعا، بصل، فلفل، سن الثوم، ملح وفلفل، نحط الفراخ. زي ما قلت الاول لحضراتكم اني انا بستخدم في الطبق ده توابل كنور فاين فود اللي هي بالزعتر، هنحط حبة كده، هنضيف المشروم، هنسيب بقى الخليط ده خلاص يستوي، وهنبدل علشان نعمل طبقات الكريب. وطبعا عارفين كريب يعني فرشة ويعني زيت هندهن بيه. نبتدي في الفرشة، اتمنى تكونوا سامعين الصوت اول ما الكريب بينزل على الطاسة، وانا ايدي حتى بعيدة هو بيستوي معايا اهو، انا ببتدي احس بيها. انا حسيت ان هي بتقول لي خلاص انا اتعملت، ببتدي اهز الطاسة كده، ولو مفيش حد واقف ورايا بعمل كده. احنا بنحاول نسويها على الناحيتين، لازم زي ما احنا شايفين دي اول واحدة كريب ما رميتهاش، ما دام الطاسة سخنة، ما دام بعمل الحاجة صح يبقى ان شاء الله بتطلع معايا مظبوطة. هنبتدي ندخل في التانية، سامعين الصوت؟ طبعا احنا قفلنا على الحشو، المكون الوحيد اللي احنا لسه ما استخدمناهوش لغايه دلوقتي البقدونس. دي الوصفه اللي انا فزت فيها في تحدي كنور فاين فودز للفرق، كانت الكريب بحشو الدجاج والخضروات، اتمنى ان هي تعجب حضراتكم. شكرا يا عبير، وهنشوفك انت وباقي زمايلك في الحلقه الجايه. انا كتير قاسي، ما عندي قلب، ما عندي وقت ضيع مع حدا. لا خلينا نرجع نقول شكرا. انا كتير بشوف نفسي احسن كده وشايف نفسي. روح على محلك، ما حد مهضوم غيري.